Shiver me timbers. جاهز جاهز. دخلنا هسه بلعبة صايرة جو القاع. يا هلا ومرحبا بحلقة جديدة اليوم من هولندا. خضار بسبوع هناك كله خضار بخضار. احنا هسه باتجاهنا لمدينة العاب كبيرة اسمها هولندون، مدينة هولندون. هاي المدينة الثيم مالتها الها ثيم، يعني القصة مالتها والالعاب مالتها هي القراصنة. تعالوا ويانا وخلي نشوف. هسه قبل لا نكمل جولتنا نريد من عندكم لايك وكومنت. هذا المدخل مع المدينة، هنا تقدر تشتري أشياء، وإحنا هسه راح ندخل من هناك للمدينة. هاي أول لعبة راح نجربها هنا. جاهز؟ جاهز. هيك دورنا راح نصعد وبعدين نقول لكم شنو الأجواء. هاي أول تجربة حلوة كلش، بس خلصت بسرعة، يعني ماكو 20 ثانية. الجو ما يبشر بخير، شكلها راح تبدي تمطر. ايش حكينا؟ قامت تمطر، قامت الزخ والمراكض بفلس. هي مطر مطر. سابحين سابحين، فخلينا نصعدها نجربها يلا. الكاميرا لو تتنقع. يعني نعوفها لهنا. اي بس همين لازم المشاهدين يشوفون. جاهز جاهز. Walk the plank. اخرتها تنقعنا تنقيعه من هاي الزينه، شعرنا وبدون ما تنقع. الثيم مال هاي مدينه الالعاب هو القراصنه، فتشوف كل شيء على شكل واجواء القراصنه، مثل ذاك اللي قاعد هناك. زخه مو طبيعيه، والمراكب صار فلس. نحفل بمكان ما بي مطر. طبعا احنا من جينا شيكنا كان الجو عشان الشمس، بس غدرنا. واخيرا طلعت الشمس، فخلنا نلحق نلعب كم لعبه قبل لا تبدي تمطر. اللعبه اللي جيناها قبل شويه وقامت تمطر كلش هواي زخ، فقلنا لازم نرجع نجربها. وصدق قال ليش ما اخذكم وياي اليوم؟ وقلت لكم من فيديوهات سابقه انا ما احب اتونس، لازم طلعكم وياي ونتونس سوا. الأجواء كلش حلوة صدق، داخل المدينة تحس يعني بجو القراصنة، من الشوارع اللي مسويها والأشكال والتحفيات اللي خليها دائما دائرة، حتى أشكال الألعاب توحي لك بأجواء القراصنة. هسه اصعد غير واحده. هذه لعبه جو القاع لازم ننزل لها من النفق. نلعب هاي اللعبة اللي شكلها صراحة يخوف.
ثلاث مرات لعبناها. تعالون هيك خلي نروح ناكل لين رجعنا. وهذا الاكل طبعا الجوية الدخولية ببلاش وحلال همينه. دخلنا هسه بلعبة صايرة جو القاع، هي عبارة عن شلون القطار تحت الأرض لأنه جو المجاري. راح أحاول أصور لكم من جو بس أعتقد راح يكون كلش ظلمة. أخيرا وصلنا للقطار. طبعا خلصنا اللعبة وبعدها ظلام ظلام، ما قدرنا نشوفكم كل شيء، بس كانت تجربة حلوة. وهسه راح نطلع. على هالخضار الحلو اليمنى حبينا ننهي الحلقة لهنا. طلعنا وخلصنا، اخذناكم ويانا، تونسنا. ان شاء الله عجبتكم الحلقة والاجواء. اريد اقول بس شيء صغير، انه باليوتيوب هالايام اذا بس تسوي سبسكرايب ما راح يطلع لك الفيديو، فاهم شيء لازم شنو تدوسون الجرس اللي يم السبسكرايب، هذا اهم شيء. مثل ما قال لكم، وانتظرونا بحلقة جديدة الاسبوع الجاي. وسلام.